بن ياسين، مولود بتاريخ 26/11/74 بيرقل، اشتغل مفتش بعد ما كنت مفتش في فرقة الغابات. عاد التكريم هذا أصبحت مفتش غابات. اشتغل حاليا رئيس إقليم غابات لبلدية قنواع. الحريق هذا صار يوم 30 جوان 2019 الساعة 10 بعدما تلقيت الإشارة بوجود حريق. تنقلت مباشرة لمكان الحريق، حيث عند وصولي مكان الحريق أمنت سيارة المصلحة. أولا بتأمين سيارة المصلحة قمت بتدخل بمفردي. كان عون معي رجل الغمو جمال، نشكره نحييوه. بعد تنقلت لمكان الحريق هذا موجود الدخان والنار كما يقولوا. سمعت هبطت وسط الاهالي تحت، سمعت بلي مراية تحرقت. انجم في 17 سنه توفرت، ندعو لها بالرحمه. بعد جبت لها كانابي كما يقولوا، حنا شفتني شويه، جبت لها كانابي خرجتها بعد ما اتصل بحد اقاربها على متن السياره. وقعدنا، كان عجوز مفقوده قاعدين نحوسوا على العجوز هذه المفقوده في وسط الغابه. لذلك شنو نقولوا، حنا كما نقولوا ما توفاتش. بعد ذلك كان واحد يحوس مع الاهالي تاعها، طاح غم عليهم سده النار، والواحد نقلته على بعد على سياره المصلحه، وقمنا بالبحث على العجوز فينها تحققت توفات الله يرحمها. سبب الحرق هي انها جدتها كانت تطبخ الكسره، كانت تخبز على النار، خلصت الواحد ورمت العواد هذوك وسط الغابه، ما درتش لاطونسيون تاع، ما درتش الحذر. مع كان الريح والحراره شويه راحت النار، شب الحارقة. احنا عندنا لو برومي جوا تنطلق حملة الوقاية ضد الحرائق، وتتغلق يوم 31 اكتوبر. نكون في هذه المدة ناخذ نتاعنا الحذر والحيطة والاحتياطات نتاعنا، باش كان يشب حريق رانا ندخلوا بسرعة لخمد هذا الحريق. بعد تكريمي من طرف معالي الوزير ومدير العام للغابات ومحافظ لولاية الغابات منصب من جديد ورئيس مقاطعة الغابات غمير عبد الكريم اللي نشكره بزاف، بعد ما كنت مفتش فرقة الغابات أصبحت مفتش الغابات.